لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصف بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم ونحدث وفات يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. خلونا أقول لحضراتكم النهاردة في بداية حلقتنا خبر يفرح. مصر على شهر مارس المقبل سيصل نسبة الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها من السكر إلى نحو 90% وتحديداً من 85% ل90% ده مع تشغيل مصنع القناة للسكر في منطقة غرب غرب ألمانيا. هذا المصنع مقام على مساحة 240 فدان وإنتاجيته تصل أو طاقة إنتاجه تصل إلى 900,000 طن من السكر. مصر بتنتج حوالي 2,100,000 طن من السكر، 1,100,000 طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر، وده من خلال حوالي 15 مصنع. وفي النهاية عندنا اكتفاء ذاتي بنسبة لا تتجاوز 60-65%، ولكن مع دخول مصنع القناة للسكر إلى الحياة والإنتاج سيصل نسبة الاكتفاء الذاتي من 85-90%. وعلى فكرة استثمارات هذا المشروع تتجاوز $1,000,000,000 وتتضمن زراعة 181,000 فدان صدر قرار التصرف فيها لصالح الشركة شركة القناة للسكر بقرار جمهوري. خلي بالكم كمان أن أسهم هذه الشركة مملوكة بنسبة 70% لاستثمار إماراتي مجموعة جمال الغرير و30% لشركة الأهلي كابيتال القبضة المملوكة للبنك الأهلي المصري. إذن هناك استثمار ضخم ينشأ في قلب الصحراء الغربية وتحديداً في مناطق غرب غرب ألمانيا، وسيحقق خلال أشهر قليلة جداً الاكتفاء الذاتي لمصر من السكر. ده موضوع شديد الأهمية ويؤكد ضرورة اتجاه الدولة إلى حماية مصانع السكر ومنع إغراق الأسواق المحلية بالسكر المستورد. خليكم معانا عشان نشوف فقرتنا أي النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم فريق الجدعان يفتح ملف زراعة وتصدير الموالح المصرية ويكشف الأخطار التي تهدد احتلال مصر المركز الأول عالميا في تصدير الموالح بإجمالي 1.7 مليون طن حيث يلتقي أبرز خبراء زراعة أشجار الموالح وأمراضها وإنتاج الشتلات المعتمدة وإحلال وتجديد مزارع الموالح القديمة بالوادي والدلتا. فريق الجدعان يلتقي ملاك وحدات البورصة الزراعية بمدينة بدر في محافظة البحيرة والذين ينتظرون تحقيق حلمهم بانتهاء الأعمال إنشائها واستلام وحداتهم التجارية وبدء العمل بها لسداد أقساطها البنكية.